ابو محمود. اهلا بك ابو محمود. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. النبي سؤال بس لفضيله الشيخ. عينيا الاثنين. سؤالك ايه يا ابو محمود؟ حكم الدين في زوجه بعد 30 سنه يعني خانت وخدت فلوس وخدت وظيفة وخدت حاجات زي كده وخربت الدنيا على ربها، هي 54 سنة وراحت اديتهم جزء لزميلها وجزء لجوزها الجديد، حكم الدين ايه؟ لا انا مش فاهم حاجة. هي حضرتك بتتكلم على مراتك سرقتك يعني وديت فلوسها؟ اه سرقت. انتوا كنتوا متجوزين بقالكم كام سنة؟ 29 سنة. فجأة كده خدت فلوسك وديتهم لجوزها الجديد، هي اتطلقت؟ اه. طيب وديتهم لجوزها الجديد ولمين تاني؟ وزميل ليها اداته فلوس برضه وغير طيب عربيته. الفلوس اللي خدتها منك دي كان حقها ولا هي خدتهم منك بدون علمك؟ لا هو كان فلوس ووظيفه. يعني ايه فلوس ووظيفه؟ قالت وعملت لنا مشاكل الوظيفه ديت، قالت سيبوها لعيالنا يعني خليها للعيال. حضرتك الفلوس اللي خدتها منك وهي بتتطلق دي فلوسها ولا فلوسك؟ خدتها بعد ما قالت للعيال خدتها وجريت. يا فندم دي فلوسك ولا فلوسها؟ ابو محمود دي فلوسك ولا فلوسها؟ لا فلوس مني انا شخصيا ووظيفه ليها هي. مفيش حاجه اسمها وظيفه. انا بس هيك الفلوس اللي انت بتقول سرقتهم منك فلوسك ولا فلوسها؟ واضح سؤال. فلوسك انت خدتهم منك ازاي؟ محضر طبي ان ابنها ضربها، فانا عشان اخلص المحاضر الناس حكمت ان انا اديها فلوس. اه فهي خدت الفلوس دي بناء على يعني قعده عرب او حكم قانوني وخدتهم منك. نازل وهتحبس ابنها، طب اسيبه يتحبس؟ خدت منك كام بقى؟ خدت 42000. 42000 جنيه خدتهم غير وظيفه ب 3000 ونص كل شهر. غير وظيفه هي بتشتغلها انت يعني عملت لها فيها تسهيلات عشان تشتغلها يعني؟ اه هي كانت اعداديه وانا قدمت لها في الحكومه وظيفه، خدت ده كله. اه بس هي خدت وظيفه انت عملت لها زقه في الشغلانه ولا هي يعني كانت تستحقها؟ لا 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 انا اللي عملت لها زقه. انت عملت لها زقه. بشكرك جدا. ايه العلاقات الزوجيه عامه اصبح هناك مشاكل واصبح الواحد يقول لك يعني هتسجن ابنها على حد قولك؟ لا لا يعني لا. يعني هو بعد آخرة العشرة والمعروف والعشرة اللي كانت ما بينهم المفروض ما يحصلش منها الكلام ده كلاته. والمفروض أصلا احنا بنحكم ما بين الأمر يبقى الطرفين موجودين نحكم بينهم بما أنزل الله، لكن هنسمع من طرف واحد ونسيب الطرف الثاني الأمر برضو مش واضح قوي. طب تمام. لو الزوجة عارفة ان جوزها، احنا عشان الوقت نخلص تمام. لو الست عارفة ان جوزها بيرتشي وحاولت معاه، حكم الشرع في ده ايه؟ الزوج وهو رب هذه الأسرة وهو المعيل لهذه الأسرة هو اللي هيتحمل المسؤولية أمام ربنا سبحانه وتعالى. هو المسؤول، هو المسؤول عن كل شيء. كانت النساء أيام زمان كانت تقول لجوزها وهو رايح يشتغل يا أبو فلان نصبر على الجوع والعطش لكن لا نصبر على حر نار جهنم، فأطب مطعمك اللي انت هتطعمنا منه خليه طيب ما يكونش فيه شبهة حرام. يعني ده المفروض الزوجة تقوله للزوج. ده المفروض. ولكن لو الزوج بياكل مال حرام وبياكله لمراته ولولاده هو المسؤول مش هم. هو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. هو المسؤول لانه هو الراعي. فهي هو المسؤول عن تلك الرعية. اذا الزوجة التي اصل لو ان الزوجة اتطلقت دلوقتي والاولاد اتبهدلوا البيت كله هيتشرد، كل الدنيا تتشرد، ربنا يهديه في الاخر ويمكن بالمعاملة الحسنة يمكن هو بيسمعنا دلوقتي يمكن وهو بيقرا قران وهو بيصلي ربنا سبحانه وتعالى يضع في قلبه الايمان ممكن يطلع معاش ويقعد يبقى كويس يبقى في الاخر بقى خلاص يعني ما نعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معاه ايه.